عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها قصح ومزح وقتل، لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي، فقال سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقد إذا ظهرت القيال والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار. لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك، وأن لا نعمل مكر الله، خاصة مع ارتكاب المعاصي. وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر. ونحن الآن اطلعنا مع بعضنا البعض على هذه العلامات، ورأينا أن جميعها قد وقع، ورأينا بالفعل أنها تشير إلى آخر الزمان، وتبين أن الفترة التي نعيشها الآن هي الفترة التي تسبق قيام الساعة. غير أن أكثر الناس اليوم لا يفكرون في هذا الموضوع، أو هم لا يريدون التفكير فيه. وهم لا يتحملون قراءة أخبار الكوارث، ولا يطيقون مشاهدة فيلم عن الموت أو عن الأزمات التي تحل بالإنسان. وهم يفرون من التفكير في القيامة بسبب الخوف، بينما هم حتما سوف يلاقون ساعتهم في يوم من الأيام. يقول الله تعالى متحدثا عن اقتراب الساعة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إن الإشارات التي ذكرت في الأحاديث النبوية وفي آيات القرآن الكريم يتوالى وقوعها واحدة تلو الأخرى. العالم يعيش تطورات لم يشهدها في أي وقت من أوقات التاريخ، تطورات سريعة نعيشها كل يوم. وعلى الناس أن لا يغفلوا عن هذه العلامات، فعليهم أن يأخذوها مأخذ الجد، وأن ينظروا إليها نظرة المتبصر. وعلامات آخر الزمان هي في الحقيقة إنذار مهم، وتذكير
فيه الكثير من الخير. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، أنتم عنه معرضون، قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون. العلامة الكبرى السابعة، الخسوف الثلاثة. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، فذكر منها وثلاثة خسوف. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. صحيح مسلم. ومثل كل موضوع فإن في هذا المقام أيضا ما نختم فيه، وهو ما جاء في القرآن الكريم: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.